السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من طولك شو شبابي جينيراسيون نيوز. اليوم في العناوين غادي نستقبلوا فنان نجم شامل ومتكامل، وغادي نستقبلوا كذلك جوج نساء مغربيات مديرات متألقات وشرفوا المغرب في مجال المقاولات على الصعيد القاري. اذا خليكم معنا ومرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم من جديد معنا كذلك جديد الانترنت، وموضوع النقاش اللي يكون هو تأقلم وتألق المغاربة في افريقيا، في دول افريقيا جنوب الصحراء. دونك مرحبا بكم من جديد، وغادي نتعرفوا على الضيوف اللي حاضرين معنا في البلاطو. غادي نبدا من على يميني مع زينب الصفراوي. مرحبا بك، الى ممكن تعرفينا اكثر بنفسك. زينب الصفراوي 34 سنه، مقاوله في مجال لا كومونيكاسيون في باماكو. مرحبا بك. الله يبارك. مرحبا بك في مالي. اذا مالي اكزاكتو. معنا كذلك نسرين. مرحبا بك نسرين، مقاوله مديره. عرفينا بنفسك اكثر الى ممكن. مساء الخير عليكم، شكرا على الاستضافه. انا نسرين معمر 31 سنه، كنسير اون اجونس دو كومونيكاسيون ديجيتال في ليبروفيل بالغابون. مرحبا بك. شكرا، شرفتونا. معنا كذلك ضيف الحلقه هو المايسترو آلة الرباب، فنان شامل ومتكامل فلان بوحسين. مرحبا بك. ربي يخليك يا خويا اسامه، نهار البلاطو منور تبارك الله. المغربيات اللي حاضره والحمد لله اللي رفعوا لنا راسنا الحمد لله في افريقيا، صافي ان غرون بليزير فريمون. شرف لينا. فلان من زكين؟ تما خير اسيدي بلا، هو هذاك صد نار القرنية. الحمد لله، نشكري ربي. انت عضو سابق في امرك فيزيون، عضو حالي في رباب فيزيون في بوب مغرب، عندك جروب جديد افريقي سميتو جوكو، وكدير دي ريزيدونس ارتستيك. واش ممكن نقولوا سبع صنايع ورزق ما ضيعش؟ الحمد لله، هذيك هي اهم حاجه. اش نقول لك، يعني الانسان يعني الحمد لله كما كتعرف يعني الثقافه المغربيه كتلقى يعني كاع المغاربه الحمد لله كتلقى عندهم مع بزاف المسائل، يعني كتلقى كيدير يعني بزاف ديال التخصصات. احنا بحكم التواجد ديالنا في المنطقه الجنوبيه يعني كتلقى يعني كما كنقولوا حنا يعني النواه ديال الايقاعات المغرب ديال المغرب واحواش، ويعني بزاف ديال الثقافه اللي تما كيساعدونا اننا يعني كنكونوا كنميتريزيو بزاف ديال الالات وبزاف ديال لي ستيل في الموسيقى. والهدف ديالي هو ديما يعني يكون يعني ديك يعني كما تنقول هنا دوك دار ديك دي فيزيون من المغاربه، دي كولابوراسيون مع الناس اجانب افارقه اللي حنا توما منه وحنا منهم. دونك باش نوصلوا واحد الموسيقى اللي عندها واحد ميساج ديال السلام وديال الحب وديال التاخر، اننا نوصلوا. انت دابا بحال عندك واحد الرساله ولا مهمه افريقيا تقريبا، وهادشي من شحال هذا؟ عندي كتاب كبير فيه بزاف الرسالات. يا اش نقول لك، يعني هذا هو الحلم ديالي ديما، وراني راك متبع الحمد لله يعني الخطوات، والهدف ديالنا ديما اننا كنبغيو ديما نديرو دي كولابوراسيون باش نوصلوا الثقافه ديالنا. علاش؟ مع الثقافه المغربيه، واحد الثقافه اللي هي غنيه بزاف بزاف بزاف، لان ان شاء الله بينها توصل ان شاء الله، وهي راه غادي في الطريق ان شاء الله. تبارك الله عليك. لا انت لا الفرق الموسيقيه اللي انت معاهم وكتعزف معاهم متالقين، وتا هما كيشرفوا المغرب، وتبارك الله عليكم. انت كنعرفك متواضع وعزفتي ولعبتي في بزاف ديال المهرجانات دوليه وافريقيه. نجربوا واحد القضيه مع زينب ونسرين، مثلا نقولوا دوله افريقيه هكا ونشوفوا واش فايت لعب فيها فلان. رواندا. كاين عندي دي زاميم ما لعبتش كنعرفهم، مي كنتمنى نمشي ليها ان شاء الله. دونك دعوه باش يلعب في رواندا. يا ربي. نسرين. لا تنزاني. تنزاني يلاه كنت فيها ديغنيغمون مع لي جروب ريزيدونس بوب مغرب، وكنا يعني كنا في المنطقه اللي كانت فيها سا ماجيستي. حنا فخورين اننا يعني اول مجموعه مشات تما من بعد الزياره الملكيه، وكانت واحد العلاقه الحمد لله مع هذوك الناس، درنا واحد ريزيدونس. دونك تيمون الناس كيحبوا هذه البلاد ديالنا بزاف، حبوها اترافير يعني الزياره الملكيه واترافير الموسيقى ديالنا الجميله. الحمد لله. يعني تيمو الموسيقى ديالكم زوينه، يعني خصنا نجيو ان شاء الله حضروا ان شاء الله، غيجيو عندي شي ضياف ان شاء الله قريبا ان شاء الله. مرحبا مرحبا. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا ان شاء الله غادي يمشي لها ان شاء الله لو 28. يا اما مشى للبلاصه يا اما يمشي لها، ما كاينش. انا عندي ان شاء الله دابا كنفكر شي واحد الخريطه باش اي بلاصه مشيت نعلم عليها كلشي. مع الحمد لله دابا كلشي توفر عندنا الحمد لله، يعني كما كنشوفوا يعني دابا المغاربه الحمد لله فين ما كاين حنا كنشوفوا تبارك الله دابا تبارك الله النساء تبارك الله وشابات اللي يعني هازين الاعلام وكاينين في الكوتي كولتوريل تما ولا كوتي ديال البيزنس. دونك يعني فين ما مشينا غنلقاو حبابنا وخوتنا، لما لا نحلوا البيبان ونمشيو. كلنا مغاربه وكلنا افارقه. الله يهديك. قبل ما ندخلوا في صميم الموضوع، نقترح لكم نبداو بالفقرات اللي كتخص انترنت والتكنولوجيات
الحادثة مع أخبار الويب، وغادي نبداو مع كل ما هو تطور وتطوير المقاولات الناشئة اللي كتخص وكتخدم في عالم التكنولوجيا الحديثة. دونك التكنولوجيات الحديثة كتزدهر أكثر فأكثر في المغرب، وكاينين كفاءات في المجال، ومع ذلك صدرت واحد الدراسة مؤخرا اللي كتصنف المغرب في المرتبة 10 إفريقيا من حيث حجم الاستثمارات اللي يقدر ب 980 ألف دولار في سنة 2016، 980 ألف دولار فقط. المرتبة الأولى حصلت على نيجيريا بواحد الاستثمار ديال 110 مليون دولار. كاينة في المرتبة الثانية جنوب إفريقيا 97 مليون دولار فيما يخص لي ستارت أب اللي كيخدموا في لي نوفيل تكنولوجي. كاينة كينيا الثالثة، كاينة رواندا الرابعة. مصر جات هي الأولى عربيا، ومن بعد كاين غانا والسنغال والمغرب. بون الحمد لله متفوق على تونس وعلى أوغندا في هذا المجال، وهذه كتبقى دراسة من بين عديد ديال الدراسات، من بين عدد ديال الدراسات أخرى، وهي في نفس الوقت تقرير سنوي صادر عن مؤسسة بارتك فونتورز، وشمل عدد من الدول الإفريقية، ماشي عدد كبير ديال الدول الإفريقية، خاصة الدول الإفريقية ناطقة بالإنجليزية. بما أنكم شوية في الكوميونيكاسيون في ديجيتال، تعليق على هذه الدراسة؟ ممكن نقولوا مرتبة مشرفة صافا كومام كومام. انا جو كومبار باغ اكزومبل مع الغابون اللي يعني هذا لو دومين مازال في البدايه ديالو، مازال يعني يزيد يتطور، مازال يزيد يتطور. يلا وقعوا استثمارات مهمه في ميدان ديال الانترنت الاو دي بي، وهذا الشيء كيساعد، هذا الشيء هو اللي كيساعد الاستثمار في ميدان ديجيتال. نقدروا نقولوا ان تقدروا تشجعوا الشباب يستثمروا ويخدموا في افريقيا، في دول افريقيا جنوب الصحراء. اكيد، باسكو بالنسبه للمجال ديالي انا اون طونك اجونس دو كومونيكاسيون، لو بودجي ديال اون كومبان ولا ديال اون كومبان دو كومونيكاسيون ديجيتال كتبقى مرخص من لو بودجي دون كومبان دو كومونيكاسيون ميديا. دونك دابا بالنسبه لي غران كونت كيمكن لهم يستثمروا في الديجيتال، مي بالنسبه لي بي ام بي مي شركات صغار صعيب عليهم انهم ياخذوا ان سبوت تي في ولا ان سبوت راديو ولا يديروا كتكون غلا بزاف، تيل بوان كنقدروا نهضروا على 10% البيدجي ديال الكومبان ديجيتال كي ريبريزونت 10% من لا كومبان ميديا. وكتوصل الميساج ديالك اكثر باللو ديجيتال على الـ على الـ على لي على لي ميديا. دونك بيان سور كنشجعوا الشباب انهم يستثمروا في هذا المجال ديال لو ديجيتال ان شاء الله. بدون رابط سون ترانزيسيون ندوزو لواحد اللعبه الكترونيه، جو فيديو. شكون دارها؟ داروها اليابانيين. كما كتعرفوا لي جابوني شويه مسطين وحمقين ومبدعين في هذا المجال ديال اللعب ولا الالعاب الالكترونيه، لي جو فيديو. هذه اللعبه سميتها ياسو هاتي، ياسو هاتي اللي المعنى ديالها بالعربيه بلاصه امينه. هذه اللعبه ما كتلعبش بمانيطه، ما كتلعبش بكلافي، كتلعب بالصوت. تفرجوا. هوي هوي 都怪你也不哄哄人家人家臭小裤子捶你胸口大坏蛋大坏蛋 انا هو طوطه هوي 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 过了 ما يمكنش، هذه مزيان باش تريني الصوت ديالك فلان. تزدر الماء وتغوت. ايماجين صداع الجيران. هاد اللعبه ما خصكمش تلعبوها الا كان عندكم جيران، ما خصكمش تلعبوها في لي مويان ترونسبور الا كنتو على برا، وما خصكمش تلعبوها الا كان عندكم الجاج ديال الدار حتى هو. دونك تبارك الله عليهم، هاد الفيديو تشافت في 24 ساعه فقط 2 مليون مشاهده، وموجوده على بي سي اندرويد واي او اس كذلك. ندوزو دابا لحظه البودكاست، الفقره ديالكم ديال الاهداء
الانعاش ديال المواهب ديالكم. ممكن تصيفطوا لنا فيديوهاتكم الاهداء ديالكم ولا كتعيشوا شي لحظه كتستمتعوا باللحظه، ممكن تصيفطوا لنا فيديو على انبوكس ديال جينيراسيون نيوز. وكنشكركم بزاف على الابداعات ديالكم والفيديوهات ديالكم اللي كنستقبلوها بكثره وبكثافه كل اسبوع. هاد السيمانه هادي عندنا في لحظه بودكاست بنيته صغيره الاسم ديالها ياسمين، عندها 6 سنين فقط وهي كتقرا موسيقى، كتبدا في بعض الالات الموسيقيه. هي اصغر تلميذه في بلجيكا في بروكسل في اكاديميه الموسيقى العالميه. قلت لكم عندها 6 سنين فقط كتلعب على واحد الاله موسيقيه اللي غادي تكتشفوها تو دو سويت. جميل جدا، برافو على ياسمين والله يخليها لوالديها والله يعاون الاساتذه ديالها كذلك. دونك آلة القانون، شنو ممكن تقول لنا على هذا الفيديو؟ شنو نقول لك؟ تبارك الله، ملي كتشوف هذه المواهب هذه يعني كتشوف يعني في هذا العمر يعني اللي في هذا الوقت اللي كتشوف دابا البليبار ديال الشباب يعني 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 لوكوتي هذا يعني ما بقيناش كنشوف باقي يعني عازفين، ما بقيناش باقي كنشوفوا معاهد، ما عندنا السينمات، ما عندنا بزاف المسائل. دونك كانت يعني هادشي كيعطينا واحد النفس، وكنقول الحمد لله يعني باقي التلاميذ كيدخلوا. علاش؟ مع الموسيقى كتعطي واحد، كتربي واحد ليسبري في شكل، كتعطي واحد، كتعطي الانسان واحد الثقه في الحياه ديالو، في الاراء ديالو، في التعامل ديالو. دونك كنحيي الاباء يعني ديال الشباب اللي كيشجعوا على لي كونسيرفاتوار والثقافه اللي تكون اللي كتكون نقيه، يعني الثقافه الفن والموسيقى. يعني بالنسبه ليا واحد الحاجه اللي الحمد لله، انا ملي كنت صغير كنت شي مشاغب، كنت مشاغب باسل كما تقول. وانا ملي دخلت المعهد وهذا يعني اخلاق فوالا كتلاح مع الناس، دونك كدير واحد الفن ما كيقدر ما كيخليكش انك دير شي حاجه خايبه. دونك الفن اللي هو راقي، وكنشكر بزاف الاب والام ديال كاينه اله موسيقيه واحده اخرى اللي هي راقيه واللي هي اله الرباب. وكنظن ان الرباب كاين حتى في مصر في اثيوبيا. الله يودي كاين نورمالمون. انا كنت كندير شي حاجه لا ريشيرش باش نعرف الاصل، مع هذا المشكل ديال راك عارف بزاف المسائل ما عرفناش منين جاوا وكيفاش. لقيت في اثيوبيا، لقيت فيه فوالا هنايا كتعلم الرباب في تنزانيا. فوالا في تنزانيا دونك كندير واحد الورك شوب لهذه فيرونيست تبارك الله عليها، ودرت كاع مع واحد الفيديو كنهز معاهم هذاك الشيء. دونك كتوريهم الثقافه ديال البلاد. ملي كيسمع واحد الصوت كيقول لك كيفاش واحد الكورده، واحد الكورده كدير فيها الشيء كامل. هي كورده واحده. هي كورده واحده. كورده واحده وكاين لاخشي. دونك كيتعجبوا منين جا داك لو سون. دونك خديت واحد الوقت كندير يعني كنجي كنوريهم فوالا لا كولتور ديالنا كيفاش دايرين. بحال كاين في اثيوبيا خوه كاين في اثيوبيا، وكنتمنى ان شاء الله عندنا واحد العمل ان شاء الله مع واحد الجروب ديال الريغي تما. انا غندير معاهم واحد لا فيزيون. شنو الاصل ديال آلة الرباب؟ اش نقول لك؟ انا بعدا اثيوبيا كيبان لي اثيوبيا يعني هما باقي كيتغنوا به وعندهم في المساجد يعني المسيحيين باقي هما مسيحيين دونك كيتغنوا به الامدح. وكما كنعرفوا يعني بزاف الموسيقى القديمه كانت خرجت من الكنيسه، يعني الناس كانوا كيتعبدوا بها وكذا. دونك قلت انا يقدر جا من تما. كاين عاوتاني عندنا لامزات عاوتاني في النواحي ديال في عندي طواريق، وراك عارف ديك الثلاث مناطق الجنوبيه حنا في اكادير كانت قافله، كانت الممر ديال القافلات، كانت تما كانوا كيدوزوا ديك الساعات كانت العبيد وداك الشيء. دونك حتى الا كانت ديك هما كانوا كيدوا ديك الكالاباس ديك كنقول حنا ديك القرعه. القرعه حنا تما في المنطقه الجنوبيه كاين غير الشجر ديال العنب. دونك شجر العنب ممكن انك تدور هو اللي كيعطي ديك قلت انا والله اعلم يقدر، مي زعما المصدر 100% مازال ما لقيتش المصدر. مي كما كنقول يعني اللي كنعرف انا هي اصول افريقيه وباغمي لي زانستريمون اللي هما تري زونسيان. غادي ندوزو دابا واحد ليكستخي من الجروب ديالك، كليب ديال اغرب ديال رباب فيزيون. قصيدي يقاون يا وغريبي يكاتين يا نزامسي غادي ترواحي زوقي تمازير تنويضي يقاتين سيس الغردي اقا
كيسي فلو شبابي غالي لك من الحيدي وري قربي الحبابي توري دو صميدي. شفنا في هذا الكليب رباب سيني فولان خرجتي الماركة ديالك صافي ماشي الماركة مي هذا يعني باغمي لي بريميير رباب إلكتريك دونك اللي كاين علاش مع راك عارف دابا حنا كنسافروا بزاف كنديروا لي ريزيدونس في المغرب أوروبا كنمشيو على وقيتها شي بلاصة كتلقى فيها مهندس راك عارف الرباب الأصلي هو كيتر بالجلد ديال المعز دونك ملي كنمشيو تماش كيوقع كأنه الجلد ملي كتكون البرودية راه كيف تنقول حنا كيتحلال عندي كيفاش دونك شنو كيوقع المشكل ملي كتولي كيكون الرباب مع الآلات أخرين كيولي لا تونالتي كتبقى تهبط كتبقى تحت عليك المساويه اشنو درنا اخترعنا هذا الرباب الكتريك باش تكون باش تبقى ديك التونالتي هي يعني تفالوريز حتى هو باغمي كاع لي زانستريمو اللي كاينين في هذا مي اللي بغيت نقول انا قبل ما نمشي ديال الفكره على ديك الكليب هذا ديال اغريب لو ميساج ديالو هو كيهضر على اغريب يعني كنا حنا في الميساج ديال شكون هو فيه وكاين واحد يعني حتى واحد النتيجه اللي كاين دابا اللي فرحتني بزاف مع الاخوان اللي حاضرين معنا دونك حنا هذا الكليب اش كنقولوا فيه كنقولوا فيه الانسان اللي بغى يهاجر خصو يكون عنده رساله الانسان اللي غادي يكبر بالبلاد علاش كاين مع شي ناس كنا كنشوف واحد كنشوفهم مغاربه خوتنا يعني كيمشيو لا ديبلوم لا معرفه لا والو كيمشيو كيتعفوا في واحد الازمه انهم ساكنين معذبين تما ومعذبين والديهم هنا دونك هذا هو الميساج وحنا كنعني كنحييكم بزاف انكم مشيتوا بعدا الحمد لله تغربتوا مي هزيتوا الاعلام ديال البلاد وشرفتونا وصافي ان كرون بليزير يعني فرحت بزاف ملي درت هذه القضيه هذه مع كما كنشوفوا حنا في واحد الجو اللي فيه مغاربه اللي سافروا حتى واحد يعني واحد القيمه كبيره حتى في دولا غينيو لقيت مذاكره تبارك الله اسيده زعما اصدقاء ديالي كيكبروا بهذا وكاين شي مناطق في اوروبا فيها شي مغاربه الله يسمح لهم ما عطيناش لا فالور اللي خصها تعطى وكنتمنى هذا الميساج يوصل اللي بغى يمشي يسافر كاين طب وحجر كاين صالح وطالح ياك ديبلوم ولا صناعه مثلا نسرين ما عمرك ما فكرتي تمشي لاوروبا اكثر ما تمشي لافريقيا personnellement non انا j'ai fait mes études درت الدراسات العليا ديالي في كندا من بعد رجعت للمغرب انا depuis toujours كنت كنقول غنرجع للمغرب باسكو سي لو بي ناتال غنخدم و effectivement داكشي اللي درت رجعت بحالي خدمت في الميدان ديال الاتصالات حتى لافريك زعما ما كانش كاع في بالي داك ليدي ديال نمشي لافريك pour moi c'était le Maroc et جاتني واحد الفرصه et je me suis dit زعما كون جاتني جو كخوا الفرصه نمشي لوروب نقدر ما نمشيش باسكو لوروب كنسافروا ونكوني معروفه يعني ما كاينش شي تشالنج ما كاينش شي حاجه جديده نكتشفوا شي كولتور اخرى لافريك سي فريمون سي اوت شوز سي كيك شوز تحدي تحدي فوالا اكزاكتومون هضر فلان على الموسيقى على المهرجانات في المغرب وحتى في افريقيا كتبعي شويه الموسيقى ولا مثلا بحكم التواجد ديالك وانك قاطنه في مالي واش تعلمتي شويه الموسيقى ديالهم كيفاش داير الاجواء الفنيه تماك الموسيقى ديالهم ما بعيداش على الموسيقى ديالنا دون لا ميزور عندهم لي توارقه في لو نور دونك نفس الموسيقى الحسانيه جو كرو صحراويه نفس لو ريتم لو ميم ريتم وعندهم واحد واحد الاله سميتها الكوغا معروف دونك ما بعدش الموسيقى ديالهم ما بعيداش بزاف على الموسيقى لا فنيا لا جغرافيا لا فنيا ولا جغرافيا مؤخرا خرجتوا ماشي كليب ولكن اغنيه بمناسبه السنه الجديده الامازيغيه نسمعوا لها تبارك الله عليكم اسيدي نهار كبير هذا بوغ بمناسبه السنه الامازيغيه الجديده وحنا كنحتفلوا ب يوم المراه واسبوع المراه وحقوق المراه وشهر المراه دونك حلقه احتفاليه كما كنقولوا ونهار كبير نهار كبير هذا انت سي فلان واش مع ان الفنان يتعرف في بلاده عادي يمشي للعالميه علما انه بعد المرات حتى كيمشي للعالميه عاد كنعترفوا به في البلاد ديك علميا هي اللي خدامه علميا دونك اش نقول ديما كنقول له مغني الحي يطرب هذه القضيه كاينه سيرتو عندنا حنا في يعني كما كنقولوا حنا في
الدول الافريقيه ولا حتى العربيه. هذا الفكر كاين من الانسان اللي كيمشي كيجيب واحد التزكيه كيفاش كيف مشيتي جبتي ديبلوم من على برا كتكون عندك واحد القيمه مضافه. مي دابا اللي كاين هو كان شحال هادي الناس كتجيب غير الوراق. دابا لا اللي سامي كيمشي دابا باغ اكزومبل مع الا قدرت قلت لك اودي مشيت لتنزانيا الا ما كانش البروف دابا كاين لي فيديو كاين كذا كتقول بان فعلا هذا دار واحد الترافاي دار كذا. دونك اللي كنقول انا الانسان حاليا يعني يخدم بلاده بعدا يخدم الثقافه ما يمكنش تكون بعيد على الناس الثقافه ديالهم. ما يمكنش تعاود المعاناه ديال واحد الشعب وانت ما عايش معاه. بزاف الفنانين كنعرفوا دابا انا معروفين في اوروبا ومعروفين في بلاصه اخرين ما كيعرفوهمش الناس المغرب. علاش؟ مع انه بعض كيترتي دي سوجي ماشي اللي كنعيشوا حنايا. داك اللي مزيانه هو الانسان يحاول يجمع بين هاد الجوج هادو واخا هي صعيبه شويه. يعني يكون كيعطي واحد البرودوي اللي كيفهموه الناس ديال هنا يعني تكون عنده يكون عنده ميساج في بلاده وداك الميساج اخر عاوتاني كيحاول يخدمه بطريقه اخرى بحال مثلا ساليف كيتا ولا يوسف دور ولا هذا كتلقى عنده برودوي ديال البلاد وكتلقى عنده برودوي وورد ديال العالميه مع العالميه. عاوتاني حنا كندخلوا في لاورد ميوزيك. لاورد ميوزيك عنده قواعد ديالو بالنسبه للموسيقى بالنسبه للستركتور بالنسبه بزاف المسائل. ولكن مثلا انتم اسمح لي قطعتك وقيله كتلعبوا على برا اكثر من في المغرب. سي نورمال كنلعبوا على برا. علاش؟ مع دوك الناس عاوتاني كاين مع القضيه ديال لا فيزيون. حنا ديال لا فيزيون حنا مثلا هنا مثلا كباقي الاغنيه الشعبيه خايده واحد المساحه كبيره بزاف. باقي يعني كاين شي مناطق اللي كيقول لك اودي انا ما كنفهمش الشلحه ولا هذا كتقول لك الحركه ديال الموسيقى عالميه. على برا كيشوفوا الموسيقى عالميه هنا كيقولوا لا راه الشلحه مثلا ولا هذه انت كيفاش ولا الشعبيه يعني كان كيطلبوا منك اغنيه امازيغيه تعاودوها وكتمسح تما. في المغرب كيقول لك لا واقيلا فوالا يعني كاين حنا كنحاولوا يعني ندير واحد المج مع حتى حنا الهدف ديالنا شكون هو نوصل للكلمه هذه مثلا. انت مزيان مثلا تقول مثلا تدخل لواحد الملحن تقول لي مثلا اغروم تمشي للشركه تقول لي السلام عليكم فيك كذا يعني شيء يعني كما نحاول نتعلموا يعني. دونك هذه ثقافه مزيانه يعني نعرفوها احنا كمغاربه. يعني انا كنتعلم دابا كنحاول نشوف دابا كنتعرف على صحابي غندير واحد الغيزونس قريبا مع عائشتها باش نتعلم الحسانيه. من بعد غادي نمشي نقلب على الريفيه وزاينيه نعرفوا بعدا ثقافتنا يا بخي ساعات الحوايج اخرين جاو راه مزيانين. يعني اللغه هي في الاخر كتبقى لغه التواصل. يعني ملي كنغني بواحد اللغه ولا هذا احنا مغاربه يعني اي لغه اي اغنيه كنغنيو بها راه غير واحد اللغه ديال التواصل وصافي. يعني الانسان خصو غير يحط له برودوي ديال البلاد بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. وكما تنقول انا ديما خص تكون الكوطه بالنسبه للمهرجانات كما هضرتي خص تكون الكوطه. مثلا خص الصحراويه مثلا خص تكون حتى هما كيخدموا ما كيخدموش بزاف في الجنوب. الناس ديال الشمال حتى هما يخدموا. جاجوكا مثلا حتى هما الناس ديال وجده حتى هما يخدموا. دونك باش نعرفوا ثقافه بلادنا وداك الشيء سي سا. شكون الفنان الافريقي اللي كتحلم تعمل معه؟ عارفك انا خدمتي بون مع تيتي روبان خدمتي مع عمر سوزا تلاقيتي مع يوسف ندور مي شكون التوب؟ ما نكذبش عليك انا اللي كنتمنى نخدم معاه اللي ندير معاه شي حاجه هو يوسف دورنيت. مع راه كنا هضرنا وداك الشيء خدم معنا درنا لي فيلمو في الصخيرات دار طلع معنا مع درنا مع واحد المورسو مع فورماسيون ديال بوب مغرب. وهو كيفكر انه يدير واحد يدير واحد البوم على لافريك كان دار الاولاني والمغرب ما خدم معاه حتى حد في المغرب. دونك كنتمنى ان شاء الله ندير معاه شي حاجه ولا اي واحد. انا الحمد لله انا حنا الباب ديالنا مفتوح يعني اي واحد اللي جا نديروا معاه شي حاجه. حنا بالعكس حاليا يعني كما تنقولوا تحطوا الوراق تحط كل شيء بان الحمد لله راه يعني البوابه مفتوحه من هنا لافريك نديروا شي عمل شي حاجه فيك كرون بليزير. هذا تقريبا موضوعنا اليوم. موضوعنا هو تاقلم وتالق المغاربه والمغربيات في افريقيا جنوب الصحراء. نتفرجوا في هذا الزابينغ ومن بعد عندنا حوار مفتوح. يمكن القول بان بفضل هذه الانفتاح على افريقيا وبفضل يعني توقيع مجموعه من الاتفاقيات لتعزيز التجاره وتعزيز الاستثمارات يعود بالنفع على المجتمع المغربي. ولاحظت المجلة أنه خلال العقد المنتهي عام 2016 بلغت الاستثمارات المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء 85% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إلا جاتني فرصة أنني نخسر إفريقيا لأن هي قارة في طور النمو وهذه فرصة بأن الشباب ديالنا حنا يمشيو يخدموا فيها. صيفطنا اطباء اختصاصيين هنا سمعنا بالزياره المولويه لسيدنا جلاله الملك وجينا استقبلناه هنايا. وحنا ديما متشرفين باش اشاك فوا كيجي للسنغال وكنكونوا هنا في اللقاء ديالو. المغرب
تفاعلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ جينيراسيون نيوز على جميع المواقع ديال التواصل الاجتماعي، وعطيونا الاراء ديالكم وحتى التجارب ديالكم في هذا الموضوع. اليوم نبدا معك زينب، كيفاش حتى جاتك الفكره ولا جاتك الفرصه انك تمشي تخدمي في مالي؟ الفرصه جاتني اون بروبوزيسيون، جاتني بروبوزيسيون ديال كونسلتانت في الدومين ديالي. مده محدده وقيله في الاولى، مده محدده 3 شهور. عاوتاني جي رونوفلي لو كونطرا 3 شهور اخرى، ومن بعد مني تاقلمت مع الجو وعرفت الناس وعرفت لي ماليان وعرفت لو مارشي سورتو السوق شنو طالبه، جي بري لا ديسيزيون، قررت انني نحل اون اجونس دو كومونيكاسيون سور بلاص. وباماكو ولافه باماكو ولافة ولافة بزاف، كنولف رجال بلاش دوك رجال بلاش نو سي فري سي فري ولافة ما كتكونش ولافة غير ملي كنكون عارفة راسي غنجي للمغرب، كتبقى داك يومين ثلاث ايام خاصني فوقاش نجي للمغرب. سبحان الله. نفس السؤال بالنسبة لك نسرين، دونك جاتك فرصة عمل ومشيتي اكزاكتومون سي لا ميم شوز، ما ترددتيش شوية قبل ما تمشي؟ انا كما قلت لك جي توجور ادوري غولفي دي نوفو تشالنج، زعما مغامرة ديما جو فونس. Maintenant, c'est vrai que l'idée d'aller à l'Afrique, je suis à l'entourage d'Yeli. الناس كيقول كانوا كيقولوا لي وانت بنت بوحديتك راه تمشي لافريقيا اش غديري تماك، ممكن مازال واحد شويه لا بير والخلعه. مي انا بيرسونيلمون ما ترددتش، ومني تشاورت مع العائله ديالي سورتو بابا، مني قلت له راه فوالا جاي اون اوبورتونيتي راه غنمشي، قال لي الله يسهل عليك زعما سي بيان تو اي جون. جيتي جون على ليبوك سيليباتير ديبي دو كارييير، زعما جو مسي جي ريان ا بيردر، دون تو لي كا سي ان بلوس بور ما كارير، مغامره تجربه. ولكن واش كنتي كتعرفي شويه الكابون كيفاش داير، المجتمع الكابوني التقاليد ديالهم السوق الاقتصاديه ديالهم، ولا انت جاتك هاد الفرصه عاد مشيتي كتبحثي؟ وي كنت كنعرف شي شويه الكابون باسكو في الدراسات العليا ديالي في امريكا الشماليه كانوا معنا دي كابوني، بزاف ديال لي كابوني كيقراو دايوغ حتى في المغرب، موجودين كاين بزاف كيجيو يقراو في المغرب. اي دونك بلوز او موان كنت عارفه شويه لا كولتور، كنت عارفه سي دي جون اوفير اكويون، كانوا كيعرضوا عليا خص كي تجي، وديجا كانت عندي داك ليدي كدور باللي خصني نمشي للكابون سورتو. دونك مي سينون بزاف الحوايج اكتشفتهم سور بلاس، سور بلاس نوتامون لانفيرونمون دي زافير، باسكو بون افون سيتي لي زيتود، وصلت سور بلاس في عالم الشركات مثلا في لونتربريز، بون سي بارتو سي اون كيستيون دو كاركتير. الانسان فيما كان، كنتي في الهند ولا في افريقيا، سي لو كاركتير ديال لا بيرسون كي في كو ليكسبيريونس راه سافا بيان سو باسي او با. ابخي سي فري كو الناس سور بلاس كيعاونوا اوسي. Ensuite, c'est la même chose même dans l'entreprise. J'ai découvert ça sur place. À tous les niveaux, on n'est pas dépaysés. Je me mets la note de entre le Gabon et le déjà, c'est les deux, c'est des pays africains. Pour moi, c'est le premier, le point principal. Ensuite, ou bien sûr, à la Qatarie, mais si ça date pas d'hier. Ensuite, le mujtama, on a beaucoup de les valeurs communes. مثلاً, les Gabonais, بحال المغاربة كيعطيو أهمية كبيرة للأسرة. الأسرة ناس كريمين أكويون، tout comme les Marocains. يعني l'intégration. Ça s'est fait de manière naturelle, زعما عاونونا ساعدونا. Et ensuite, un point très très important, les Britanniques, نأكد عليه, le Gabon, واخا c'est un petit pays, فيه مليون ونص ديال الناس, ولكن c'est un pays منفتح على الثقافات وعلى الديانات. كل شيء كاع لي كولتور كيلقاو ليكيليبر ديالهم، يعني في الكابون كاينين دي فرونسي، دي ماروكان، دي ليباني، كاع لي زوريجين. وتا من ناحيه الديانات البلد ماشي مسلم، ولكن كاينين المساجد في كاع لي كارتي، كاينين لي زيغليز، زعما الاعياد، كاين داك لو فيفغ اونسومبل، الاعياد اونسومبل، فوالا كاين واحد التعايش اللي بالنسبه ليا
سي ان بوان كومون افيك لو ماروك باسكو تحنا بلد منفتح وكل شيء كيلقى ليكيليبر ديالو في البلاد ديالنا. دوات نسرين على التسهيلات، واش لقيتي زينب تسهيلات واحد البنيه تحتيه ملائمه موجوده باش تستقري في هذيك السوق ديال بلد الاستقبال كما كنقولوا بي داكو؟ الحمد لله أمالي كتربطنا بين المغرب وبين مالي علاقات قديمة من 1837 جو كخوا، مني كان النورد ديال مالي داخل في المغرب في عهد المولى حسن الأول جو كخوا. دونك والرئيس ديالهم الأول اللي هو مودي بوكيتا إيكالمون ساهم بزاف، كانت كتربطوا علاقة قوية بينو وبين محمد الخامس ولا الحسن الثاني. دونك لي ماليان بقات عندهم داك الفكره ديال المغاربه حنا بلاد وحده. ملي كيعرفوك مغربيه كيستقبلوك تسهيلات كل جميع التسهيلات كاينين بالنسبه لا بي لاجونس دانفستيسمون ديالهم غيشي واحد ديرينو، هذا بالنسبه لي زيترونجي اون جينيرال، ولكن ملي كيعرفوك مغربيه كيقدموا لك المساعده اكثر. هما اي سون بلوس بروش des Marocains que des Occidentaux. Wow. Ah, non, ils sont plus proches des Marocains, enfin Maghrébins en général, la vérité. Mgharba, Chouansa, Zerin, ils sont plus proches, ils accueillent mieux les Maghrébins que les Occidentaux. Donc, alhamdoulilah, il y avait jamais été tsehilat. Ou, fima yekhouss les kafa'at maghrébiyya, la compétence marocaine, chnou hiya l'afkar moutadawara li kayna ande les Maliens fima yekhouss les kafa'at maghrébiyya? Tout ce qui est made in Morocco, c'est la meilleure qualité. Que ce soit que ça soit un produit ou une compétence ou la, déjà, alhamdoulillah, la plupart des cadres, le système bancaire, maintenant, le Mali, Maghariba, mais j'ai dit salat également, Maghariba, les assurances, Maghariba. Donc, nous avons, alhamdoulillah, le Maghariba dans le Mali, un savoir-faire pour le développement. Quand je pour l'exploitation, contraire à d'autres pays qui jouent, parce qu'ils servent l'eau, d'hab, l'qtan, le mawarid, le maghreb d'Akhri, alhamdoulilah, avec un savoir-faire. Donc, ils jouent, qui développent, qui forment, ou qui aident le fada. Donc, tout ce qui est, par exemple, l'anecdote, le salon marocain. ملي دخلت للمالي قالوا لي لو سالون ماروكان نمشي نشوف شنو هذا السالون ماروكان. كيحاولوا يديروا بحال السالون ديالنا مغربي، هما دي فوتوي مي في دون مانيير بلوز او موان بروش قريبه للسالون المغربي. دونك اي حاجه ميد ان موروكو اي لا تري بيان فوني في لو مالي. يعني الكفاءه الصناعه التقليديه البروفيل تكوين سورتو صناعه ايكالمون باسكو ولاو كيقلبوا بزاف على حريفي. علاش انا قلت لك قبيله ديبلوم ولا صنعه؟ كاينين بزاف الحمد لله ديال الصناعيه مغاربه دخلوا المالي وخدامين الحمد لله مزيان في مالي. كنهضروا على الصناعه، كنهضروا على الصناعه التقليديه. كاينه واحد الدراسه، واحد الجرافيك غادي نشوفوه اللي فيه المجالات ديال الاستثمارات المباشره المغربيه، كنشوفوها في الصوره. دونك مجال الابناك كما اشرتوا ليها في الصداره 31% كاستثمار مباشر، معدل الاستثمارات المباشره في دول افريقيا جنوب الصحراء، هادشي من 2015، يعني 2016 2017 غيكون زاد بطبيعه الحال. من بعد كاينين لي تيليكومونيكاسيون، الصناعه 12%، ليموبيلي 11%، لي هولدينغ 10%، خدمات اخرى 9%، وكل ما هو تجاري او تجاره 5%، لي زاسيورونس 1%. تعليق وقيله على هاد الارقام نسرين او زينب؟ هادشي غادي هو يتزاد بطبيعه الحال. جو كخوا كاين ان شونجمون راديكال في هاد الاعوام الاخرى. لي بونك ولي تيليكوم كنظن بان نفس النسبه، مي بالنسبه مثلا الكوميرس كاين اكثر. اكيد بزاف. اكيد نشوفوا واحد الجرافيك واحد اخر اللي كيهم دائما الاستثمارات المباشره ديال المغرب في دول افريقيا جنوب الصحراء، وغادي نعطيو عليه تعليق كذلك. هذا فيما يخص الدول
اللي كان انفستيسيو فيهم دائما. هادشي من 2011 ل 2015 يعني بطبيعة الحال 2016 2017 يوقع تغيير وان شاء الله تغيير ايجابي وغادي تكون ارقام مزدهره اكثر فاكثر. دونك بطبيعة الحال كوت ديفوار الصداره كنعرفوا ان كوت ديفوار مع المغرب اصدقاء وعندنا علاقات قديمه وتاريخيه معهم، كاين الموريس كاين مالي بطبيعة الحال دونك في الصداره حتى هي من بين الثلاثه الاوائل، بعد كاين الكاميرون نيجيريا السنغال وحتى الغابون كاينين فيها استثمارات اكثر فاكثر. كندويو على هاد الدول الافريقيه جنوب الصحراء، واش بالنسبه لك نسرين الا جاتك شي اوفر انتريسونت ولا تريز انتريسونت في بلد افريقي واحد اخر جنوب الصحراء تقدري تمشي لهاد السوق الجديده؟ علاش لا؟ علاش لا؟ تحدي جديد، تحدي جديد و زعما دون لو ويب دون مون دومين دون لو ديجيتال زعما سي سا انغلوب زعما سي لا ميم سا يا بوكو دو شوز ا فير دون سو دومين مازال ما يدار وخصوصا في افريقيا يعني ما سي سور كو جو في با ايزيتي ميم جو في با ايزيتي سي نفس السؤال بالنسبه لك زينب اسواق المجاوره غادي تبقى مالي بيان سور اون فا دير لو سيج ولا في ديال بصح لا ولا نو سي فري غتبقى ديما لو سيج باسكو اترافير لو مالي جي ديكوفير لافريك و افيكتيفمون دابا حاليا لا كسوا هذا العام ولا العام اللي فات كنخدم في بلدان اخرى من لافريك دو الويست مي جو ديباس با ديما لافريك دو الويست سينيغال توغو لا كوت ديفوار مي تيبقى ديما لو سيج لو سيج او مالي دونك وي اون اي اوفير اصلا مني خرجنا من بلادنا يعني مستعده فوالا مستعده مي غيبقى ديما لا باز غتكون في فوالا في مالي. فلان كتلقى مع مغاربه ملي كتمشي لمهرجانات افريقيا؟ وي بزاف كتلقى مع مغاربه سيرتو الكوت ديفوار كيما فيها لنا قفيه بزاف الناس، السنغال مالي بزاف الناس اللي كتلقى مع مغاربه، ليل دو لوغيون كتلقى فيها مغاربه بزاف، ليل دو لوغيون كاين فيها غير الدكاتره اللي كاين الاساتذه الجامعي اللي كاين تما، دونك يعني كل بلاصه كتمشي كتلقى فيها المغاربه تبارك الله راه فين ما مشيت تلقاهم فين ما مشيت تلقاهم فين ما مشيت تلقاهم سيتو الكوت ديفوار تبارك الله شادين شادين دي بوست كيبيعوا الثوب والذهب العسل داك الشيء راه من شحال هذا داك الشيء انا تخلعت والله الا تخلعت قدام الناس مشيت لواحد السيكتور غالب مغاربه وعاد التيرمو كتهضر بلا بالدارجه الناس بزاف كنعطيك يخدم حذاف مثلا حدا الدار يخدم تعرفوا كاع مثلا ولا كازا ولا ولا تما ما كتسمع بلا الصوت ديالك بحال خالو ولا خو ولا شي حاجه يعني بحال كلهم كيعرفوا بعض زعما صراحه هذه القضيه اكتشفتها بزاف في تما تو القضيه هضرتوا عليها بالنسبه للديجيتال كاين بزاف الناس انا تنعرفهم هنا في المغرب صحابي اللي كيخدم لي واحد السيد كيخدم لي سيت ويب كيخدم مع كيخدم مع الاخوان ديالنا في افريقيا جنوب الصحراء كيخدم معاهم من هنا يعني يعني هما كيما يعني يعني دابا الديجيتال ممكن الانسان يخدم في دارو خدام مع بزاف الناس في بلدان اخرى هذا هو لافونتاج ديال الديجيتال اللي اللي بالنسبه للشركه اللي انت مديره فيها زينب واش كتوظفوا مغاربه؟ كنوظفوا مغاربه ولكن لواحد المده معينه اون طونك كونسلتون زير افيك دي كونترا ديتيرميني بالنسبه للمجال ديالي انايا تنوظف مغاربه اللي خدامين معنا قارين ولكن ماشي بزاف مي الاكثريه كيجيو واحد لواحد المده معينه ماشي غير مغاربه الحقيقه دونك دو بارتو على حسب لا دوموند ديال الزبون. بالنسبه للشركه اللي انت خدامه فيها اللي مديره ديالها بطبيعه الحال انا سكي امبورطون ا دير اللي مهم في الميدان ديال لا كومونيكاسيون دو مانيير جينيرال سي كو لو مارشي اللي انت فيه خاصك تكون كت maîtriser la culture locale parce que le message a passé في المغرب ولا passé في كندا ولا في هذا c'est pas la même chose donc c'est très important مهم تكون entouré بدي compétences locales اللي maîtrise la culture locale parce que le message il faut l'adapter maintenant حنايا en tant que start-up on est une petite entreprise le problème اللي عندنا surtout la partie technique ديال le métier ما كاينش بزاف ديال يا مونك ديال الكفاءات سور بلاس في الغابون اي دونك اون ايساي دي فوا دو فير ابيل ا مغاربه باش يخدموا معنا يعاونونا لو بروبليم سي كو اون ا دو مال ديجا ا موتيفي لي جون ان طون كو بيتيت ستركتور ا فينير زعما ريليفي لو تشالنج افيك نو اي اون بلوس ان افريك
مازال كما قلت لك في الاول واحد لي ريتيسانس الناس كيخافوا بالنسبه لهم لافريك ما عارفينش ils savent pas c'est quoi et surtout quand tu parles d'une petite structure يعني ماشي une grande ماشي شركه كبيره اللي غتمشي مرتاح و c'est différent c'est difficile le domaine ديالنا شنو واحد اخر تفضل اسامة يعني احنا دابا في الدومين ديالنا يعني بغيتني نسول الاخوان اللي معنا هنا ما احنا دابا كنت ما كتجينا دابا شي بين الجروب دابا عندي انا كاين عندي واحد جوج الفرقه كيخافوا لي كنقولوا علاش مع التليفون كنمشيو دابا مع الباستور كيقول لنا ودي الفاكسان الفاكسان كثروا علينا بهذا الشيء انا كيبان لي شي يعني ولكن الفاكسان ثلاث سنين وكتهنى يعني بالنسبه لكم انتم اللي كديروا لا لا وكيخلعونا فهمتي كيفاش دابا كاين معنا حنا مسكين اللي خصو كاين تيدير الفاكسان ويدير ديك لونتي موستيك هي القضيه كتقول كيبان لك الكور عادي كيتمشى بنادم غادي باردور يعني واش هادشي واش هادشي فري اللي كيقول هاد الناس هذاك يكون غير في الاول ماشي بصح لان الفاكسان ثلاث سنين كاين ديال لا فيفر جون وديال لا مينانجيت بارتو اون افريك مع راه هذه هي القضيه الوحيده اللي كتخلع الناس حاجه اخرى ودابا كيمشي تما كيبقى يخلع ما كيطريسوش كيخلعونا به فهمتي هذا هو اللي لو بالي ولا المالاريا المالاريا عندها الدواء ديالها عندها دابا حنا مثلا ولفنا تلما ولفنا ملي كنحسوا براسنا مثلا عندنا الاعراض ديال لو بالي كتمشي لا فارماسي كتاخذ الدواء الفلاني كتاخذو ثلاث ايام اي بي سي تو فوالا ما كانش عندك الصعوبه نسرين لا وي يعني غير بوغ اجوتي ان بوان على لو فاكسان لو فاكسان يعني راه ماشي غير في افريقيا اللي كنديروا لو فاكسان كاين بزاف ديال الدول كنديروا الفاكسان قبل ما نمشيو جو سي اون كيستيون دو مونتاليتي زعما بالنسبه ليا هاد لا ريتيسونس هاد الخوف سي يا ان ترافاي دو كومونيكاسيون زعما هذا زعما انا كنقول زعما ليديوكاسيون دابا مليح 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 تحل هذا الباب هذا ديال 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 اننا الحمد لله دابا افريقيا كاينات وكذا خصك تخدم هاد القضيه هادي مع بزاف الناس باقي انتيغري فينا هاد القضيه هادي دون تيلمون والله العظيم واحد واحد كان معاه مسكين من بعد هو مرض مع كيقرا كيدخل داكشي كي هما واش انا واش شي سياسه اللي كانت دارت على باش ما نكونوش خوت باش كذا فهمتي فوالا يعني 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 لقينا حنا صعوبات كثيره باش اننا نمشيو تما بالنسبه لهاد عطينا وليت الطبيب النفساني ديال الدراري الدراري لا راه كذا راه هذوك دابا البلاصه اللي فيها شي ما كنكونوش فيها انا كنخافوا داكشي علاش بينا نسولوا الناس دابا انتم تبارك الله عندكم اكسبيريونس ودرتوا تما مده باش تعطيونا نصيحه باش حتى بزاف المغاربه قالت لكم اش خاف ما ديرش بزاف المغاربه بزاف المغاربه اللي بغا يمشيو وعندهم هاد التخوف وغنزيدك حاجه اخرى حنا في بلاد اللي ملي كي با ستابل بوليتيكمون كل مره كتسمع بومباردمون هنايا اطونطا هنا راه الاعمار بيد الله وقعت لي اون انيكدوت ان واحد صاحبتي في بروكسل في بلجيكا عيطات لي كنهضر معاها قالت لي شنو كديري انا في مالي مي تشوف فول شنو تديري في مالي ولا اطونطا وهذا ما كملتش سيمانه وقع لا طونطا بروكسل اللي تضربات بروكسل تضربات قوست هذيك هذه لا على راسها ونتمناو بطبيعه الحال نزيدو نهتموا ونزيدو نسلطوا الضوء على المغاربه والنساء المغربيات اللي متالقين وهازين الرايه ومشرفين البلاد في دول افريقيا جنوب الصحراء وان شاء الله يكونوا تسهيلات اكثر وشركات مغربيه تمشي وتستقر في هذه الدول اكثر ويكونوا كفاءات اكثر اللي ان شاء الله حتى حنا الدور ديالنا والواجب ديالنا نسلطوا عليهم الضوء وتاع لي بيي دافيون ان شاء الله يرخصوا ان شاء الله الفيزا ينقصوا ويكونوا الناس اللي كاينين في السفارات تاهما يكون واحد يتعاونوا مع يتعاونوا مع المغاربه هذه القضيه مهمه بزاف 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 كاينين في العالم في العالم يعني خص الناس اللي يكونوا واحد كاين شي بلاصه يعني اللي يعني يقوم بالدور ديالو يعني يقوم بالدور ديالو هذه القضيه باش واحد القضيه مع دابا كما كنشوفوا دابا انا واحد القضيه كنشوف على القضيه بزاف المغاربه اللي كتلقاهم بار اكزومبل دابا في مالي ولا السنغال ولا هذا يعني خصو تبقى يديروا مثلا بقى يديروا دورات بقى يعيطوا للمغاربه اللي كاينين يوريهم الثقافه ديال البلاد ديالهم بقى يديروا لهم سهرات بقى يديروا لهم ورشات مثلا بنت مثلا كبرت في الكامور تعرف تطيب سكسو انت كيفاش خصها تعرف البغرير تعرف المسمن عندهم الصالون المغربي ولا كسكسو هادشي والطاجين عندهم كسكسو عندهم مكسكات عندهم كسكسو هما كيديروا بلا كيديروا بالحوت بالحوت دونك هاد الثقافه هادي راه مهمه بزاف كما كنشوف انا في يعني بزاف في اوروبا هذا كتلقى مثلا بحال الهنود كيديروا هادشي بزاف كيتجمعوا هما بزاف في طوارك كيتجمعوا وكذا كنت حنا نتمناو ان شاء الله يعني يعني المغاربه اللي كاين تما يتجمعوا ويديروا يد في يد والحمد لله بفضل صاحب الجلاله الملك محمد السادس والزيارات الافريقيا ودول جنوب الصحراء نزيدوا نزدهروا ونشجعوا هاد الكفاءات ويكونوا هاد التسهيلات اللي هضرنا عليها وكاينين مجهودات بطبيعه الحال جباره في هاد في هذا المجال وكاين حتى مؤخرا كان واحد الحدث اللي كي
قوم بتكريم النساء المغربيات في إفريقيا جنوب الصحراء اللي كان سميتو سفيرة أوردس واللي تم تنظيم ديالو من طرف الوزارة ديال المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج. كلمة على هذا الإيفينمون اللي تم تكريم ديالكم فيه. نبداو بزينب. بديرة مزيانة لأن كيشجعنا هادشي على أننا نكملو. كان كيسحب ليا مثلا بأن بون درت لو با ونقولوا حنايا جو سوي اون كاميكاز باسكو في لا فامي كيعيطوا لي لا كاميكاز دي جور لوندما كتخلي بلادك وكتمشي لبلاد واحده اخرى. ولكن داك البادره ديال الوزارات الخارجيه وبيان سور كنشكر من هذا المنبر ايغالمون السفاره لان السفاره ديالنا في مالي هما اللي تهما فوالا اتصلوا بنا ووصلوا جوستمون لي سي في ديالنا ولو باركور ديالنا للوزارات الخارجيه. دونك كيبقى تشجيع بور مو سي ان تري غران انكوراجمون دونك باش نزيدوا ان شاء الله القدام اي سورتو نعطيو ليكزومبل لهاد المغاربه اللي فوق ما كنهضر مع شي مغربي كنقولوا اجي راه كاين ما يدار لا وانا والافريك وما عرفتش ما هذا. دونك بالعكس كاين سورتو انا كنوجد واحد النداء للحريفيه النجاره القباصه اجي وراه كاين ما يدار الحمد لله. دونك فوالا نسرين كي داز ليفينمون ديجا مبروك عليكم. ميرسي انا مبادره جيده من طرف الوزاره المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج يعني ça c'est très valorisant ça rend hommage à la femme marocaine en Afrique et ça met un peu beaucoup de lumière sur ses réalisations et l'événement pour moi c'était une réussite sincèrement en termes d'organisation de contenu de réseautage parce que nous on a l'impression qu'on est seul qui jibna belna rahna bouhditna fi l'Afrique. Mais au final, ça nous permet de rencontrer beaucoup de femmes comme nous, qui viennent de tous les pays africains, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. Il y a vraiment les Maghrébines, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir et c'est très valorisant. Et ça me conforte. Il y a une retraite sur le choix d'Yali. Ce qui est fait, c'est que je suis Jacques Zidichaté. Exactement, merci. Oui. Je les remercie sincèrement et surtout pour les contenus de l'événement. Kanou des ateliers li sirhom nisa maghribiyat najihat fi maghrib kanou des ateliers de coaching sur les médias, le leadership, le réseautage. زعما سي دي كومبيتونس اللي زعما حنا يساعدونا ان طون كو فام انتربرونور ان افريك جو تروف سا تري بيان. تبارك الله عليكم وتحيه للمنظمين وتحيه لجميع المغاربه والمغربيات اللي كيتفرجوا فينا واللي كيسكنوا في دول افريقيا جنوب الصحراء. تحيه لهم والله يوفقهم باذن الله. عندنا لكم واحد لو بتي جيست هو بما انه حنايا في يلاه داز يوم العالمي لحقوق النساء والعيد للمراه واحد لو بتي كادو الى ممكن تفضل معنا نعطيكم وريضه لانه كنحتفلوا بالنساء والكفاءات المغربيه. شكرا. يا فلان كاع شكرا ريم تبارك الله عليك. دونك وصلنا لنهايه الحلقه ديال كلمه ختاميه زينب. شكرا على الاستضافه ديالكم وكنعاود عاوتاني نفس الميساج كنتمنى ان المغاربه لي جون سورتو لي جون ماروكان يفكروا انهم يجيو ان شاء الله يستثمروا في افريك. يا بوكو شوز افير الحمد لله وحنا كنتبعوا الخطه ديال سيدنا tous les jours quand je fais le warachat qui inaugure tous les jours donc ou qui alhamdoulillah halina le trek comme on dit donc il faut absolument qu'ils viennent inchallah pour باش يستثمروا باش يقدروا يقالوا اون اكسبيريونس également راه عام دوزو في لافريك سوبساريين راه ايكيفالون ا بلوس دو 10 ans كنتعلموا كتعلم حيت كتخدم بلي موان دو بور دونك فوالا تحدي
شكرا نسرين على المشاركه. شكرا كنشكركم على هذه الاستضافه. انا عندي دو ميساج بغيت ندوزهم. البرومير ميساج لكاع النساء المغربيات، بغيت نقول لهم زعما الا عندهم دي بروجي واثقين من داك لي بروجي ديالهم خصهم يتلونساو. راه لو بلو ديفيسيل سي لو ديبي، ابري راه كلشي كيجي ناتورالمون. لو دوزيام ميساج جو لادريس ا تو لي ماروكان، كو سو لي زوم لي فام لي جون، سي فوز افي الا عندكم الفرصه تمشيو لافريقيا سيرو، راه سي اون تير دو ريشيس دوبورتونيتي، لي جون سون تري اكويان، يا بوكو دو شوز افير. الله يوفق. شكرا بزاف فلان، والله يوفق في الجوله الافريقيه. شكرا تنمير النون كل شيء ما غادي حضرن. كنشكركم بزاف، وانا راني جيت فخور اني كنريح مع ان شاء الله مع اهرام المستقبل ان شاء الله في البيزنس ان شاء الله وفي الكوميرس ان شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق وكنشكر البرنامج بزاف، كما بغيت نشكر مجموعه ليبا فيزيون يعني كل واحد بسميتو، والاخ اللي حضر معايا السي محمد وايلا تشد البريس ديالي، والمخرج هشام العبد. وكنقول لي فان والناس اللي كيتابعونا يعني ان شاء الله الجديد قريب، يدخلوا للفيسبوك ولا لاشين ديال يوتيوب ريبا فيزيون. كاين الجديد ان شاء الله قريب ان شاء الله، موازي ان شاء الله مرحبا بكم في لو 19 اللي كاين في جنوب افريقيا لو 29 ان شاء الله مرحبا به، واللي كاين في كوت ديفوار ان شاء الله لو 20 ماي مرحبا به. دونك تبارك الله عليك فلان، شكرا بزاف. نورتينا، شكرا بزاف اللي حضرتوا وكنتوا معنا، شكرا بزاف على حسن التتبع. حنا عندنا لكم الجديد الاسبوع المقبل، تهلاو بزاف بزاف في راسكم. نديروا واحد سيلفي اللي تلقاوه على مواقع ديال التواصل الاجتماعي من دابا شويه. شكرا للطاقم التقني والفني اللي كان معنا، شكرا لكل من عاوني في انجاز هذه الحلقه. تهلاو بزاف في راسكم، وبيناتنا جينيراسيون نيوز.